الوزارة متعاونة يعني جماعة الاتصالات الناس ما يتصلوا معنا. الأمر ماشي الحمد لله. داير القديم. بالنبيشيت؟ بالنبيشيت. بالنبيشيت أستاذ قدرنا نحصل أموال من الوزارة كانت مقصوفة من الخلف. غرف مقصوفة من الخلف عدة تأهيلها مرة ثانية. وهسه الآن الحمد لله كملنا بس مجرد من إيصال الكهرباء لها إحنا نرجع على دائرة القديم. إحنا بدنا نأمن مكان للموظفين بس مجرد إنه يمارسون أعمالهم بها. والباقي يعني سهل ان شاء الله على الواجهه هذه الامور. معمل اختام البريد هذا معمل قبل داعش كان موجود عندنا ذكر استرجلكم انت عن طريق المجلس صح. هذا ضرر بالاحداث بعد الاحداث قدرت اعيد تاهيله مره ثانيه وحاليا يعني ينتج اختام لكافه دوائر الدوله احنا قادرين وكلش تقنياته عاليه يحفر على الخشب يحفر على على البلاستيك ست شيء ما بسوت الفنية ألف ولا بي أشعر في الإدارة هي بداية يعني صبوا على الترتيب هذا كله بداية من الجماعة الشباب يعني هم اللي سووا والتوزيع يومي عندنا الموزعين 13 موزع منتشرين بالموصل التوزيع يومي عندنا المكان شو شغلكم؟ جماعة المكاتب البريدية احنا حاليا يعني بس عن نكمل هسه مكتب بريد الجامعة اخذنا موافقة من رئيس الجامعة يعني مكتب بريد العربية كملنا ان شاء الله اجراءاته يعني راح يتوزعون الموظفين والموظفات على المكاتب يرجع ينتشر مرة ثانية يعني الموظفين بالمكاتب. بعد عزل أو فصل دائرة الاتصالات عن دائرة البريد اليوم قمنا بزيارة إلى دائرة بريد نينوى حيث التقينا بالسيد مدير الدائرة وكذلك جميع المنتسبين والعاملين في هذه الدائرة للاطلاع على واقع الدائرة والخدمات التي تقدم من قبل الدائرة من ناحية البريد الدولي والبريد الداخلي بين المحافظات وكذلك بين الدول حيث لاحظنا أن العمل تسير على قدم وساق هناك طرود وهناك بريد متواصل يوميا أو أسبوعيا أو شهريا حسب الاحتياج المواطن أو البريد المقدم من بين الدول أو بين المحافظات حيث رأينا العمل تسير إلى قدم وساق. طبعا هذه الموقع الذي زرناه موقع بديل حين إكمال بعد إكمال تأهيل دائرة بريد القديم في النبي شيت سوف يتم تحويل الدائرة هناك إلى موقعه الأصلي لتقديم الخدمات للمواطنين وكذلك للدوائر الدولة وهناك حسب ما تم استيضاح من قبل مدير الدائرة هناك أعمال إضافية إضافة إلى العمل البريدي هناك عمل أختام وعمل بعض الأمور إضافية التي لم كنا نعلمها تعلمنا من السيد المدير بأن هناك أعمال سوف يتم إنجازها خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. شرفنا اليوم بزيارة للأستاذ لقمان الرشيدي إلى مقر البديل لدائرة بريد نينوى وتم الاطلاع على كافة الأعمال المقدمة من قبلنا فيما يخص الطرود البريدية ورسائل المقدمة للمواطنين ودوائر الدولة كافة. تم الإيضاح إلى الأستاذ آلية العمل في معمل أختام البريد الذي سينطلق قريبا تم التعميم على كافة دوائر الدولة أن هذا العمل سيعمل بطبقته القصوى لكافة دوائر الدولة بالإنتاج الأختام والدروع التذكارية. تم مشاركة لنا في بغداد لمدة أسبوع في معرض بغداد الدولي الذي شاهدوا بعمل بريد نينوى.